السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية، مع مادة مقدمة المنشآت الهيدروليكية Hydraulic Structure Introduction. اليوم معانا المحاضرة الثانية بالكورس الثاني، اللي هي محاضرة رقم 10 من أصل المحاضرات المادة كلها ضمن السمستر الأول والثاني، اللي اسمها Irrigation and Drainage Network. طبعا هسه أحد يرتئ لي أنه إحنا مادتنا مقدمة منشآت هيدروليكية، ليش حبيتي أنه تنطينا هذا الموضوع؟ لأن مثل ما تعرفون إنه شبكات الري والبزل بحد ذاتها تتكون من يعني عدة برانش مثل ما نقول، فواحدة من مكوناتها هي المنشآت الهيدروليكية، لذلك حبينا نتطرق إليها بشكل جدا بسيط ونتناولها حتى نعرف شنو تصميم الشبكة بالأصل، حتى وين هاي بالضبط المنشآت الهيدروليكية تصير مكانها اللوكيشن، وشنو الوظيفة والفانكشن مالتها. وايضا ارتأيت انه المحاضرة تكون باللغة العربية بشكل مفهوم ومبسط جدا. هنا دا يقول لك انه يعتمد تصميم الشبكة على عدة عوامل، اكيد لازم جميع القنوات الري. القنوات الري تختلف عن قنوات البزل، المي حتى انه يجري الى اماكن السقي يرجونهم من الاماكن المرتفعة، والمبازل لازم انت المبزل عندك يصير باوطأ نقطة بالووتر شيد او يعني شلون بالمشروع البروجكت مالتك، بينما مناطق الري لا تبلش من اعلى نقطه ويوزع ديستريبيوشن للووتر شيد اللي انت تريد تجري لها عمليه ري. هاي مجرد معلومات عامه، يعني ما مطلوب عندكم تحفظون، مجرد بس تعرفين معلومات عامه. تتالف شبكه الري اكيد من القنوات المين والبرانش الرئيسيه اللي يسموها ديستريبيوتد، تمام. القناه الرئيسيه قلنا شو تكون في اعلى مرتفع، هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبة للقنوات الري، لكن بالبزل تكون بأقل نقطة حتى تجمع يعني الماء، مثل نقول المالح، هاي شبكة البزل تجمع المياه الزائدة عن حاجة الري أو ماء الغسيل للأراضي من الأملاح، وتتألف من المبزل الرئيسي، لازم ما يكون في أوطأ نقطة. هاي بدك تفرق بين شبكة الري شنو وشبكة البزل شنو هي. نجي هسه على شبكة الري منين تتألف؟ قنوات رئيسية قلنا قبل شوية، وقنوات فرعية، والقنوات الفرعية أيضا توزع توزع ثاني اللي هي يسمونها قنوات التوزيع أو الشاحة اللي هي distributed canals، وكذلك قنوات الأرواء الحقلي ومساقي المزرعة، تمام عيني. هاي التقسيمات البسيطة أنا بعدين راح أوضح لكم إياها بسكتش بسيط جدا. اللي مطلوب من عندكم إنه شنو هي؟ مجرد تقسيم أولي، يعني شبكة الري منين تتألف؟ بين القنوات الرئيسية اللي هي المين كانالز، هاي الغرض معتها شنو؟ هي اللي تغذي القنوات الفرعية، ودائما يكون بدايتها شنو؟ أخذنا بالكورس الأول الريجوليتر، أو قلنا المين ريجوليتر، وصنفناها عند ثلاثة من الريجوليتر، مين ريجوليتر، كورس ريجوليتر، وهيد ريجوليتر، كل من وين يضع. فهاي لاحظها ستة درست ضمن مادة مقدمة المنشآت الهيدروليكية النواظم، بس لاحظ أيضا وين إلها استخدام، هاي ضمن الناظم الرئيسي. القنوات الفرعية اللي تجي بالتسلسل بعدين القنوات الرئيسية، وتأخذ الماء من عندها بالضبط، وين ترفع الماء؟ إلى قنوات التوزيع. هاي قنوات التوزيع شنو الغرض معتها؟ توزع الماء إلى شبكات الري الحقلي بأي يعني مستويات مختلفة. وقنوات الأرواء الحقلي هاي قنوات تكون متوسطة صغيرة تنشأ على ضفاف القنوات المزروعة، وكأنه تشبه عملية السقي اللي احنا نسميه جينيتيك، اللي انه مثلا عن طريق مرشات موزعة تنفتح وقت انه يكون الارض يعني جافة جدا تسقي. الغرض من هذه القنوات والشبكات حتى يكون ما يكون هنالك اسراف بعملية الري. احنا نريد نوصل بالري لاي يعني مزروعات حقلية فقط لمنطقة الافكتف زون، الجذر الفعال، والا بقية الماء راح يتسرب الى التربة ويصير بانفلتريشن او ديب انفلتريشن، وبعد ذلك راح يصير جراوند ووتر، وهاي تعتبر خسارة للمياه السطحية. مساق المزرعة ايضا هاي مجرد تعريف اولي، بس كل من تعرف شنو الغرض من اتها، هاي تنقل الماء الى المن، وهذه هاك هالشكل. شبكة البزل ايضا هي قلنا شنو الغرض من اتها، عكس الاولى مو ري، وانما تجمع الماء الزائد عن حاجة الري أو غسل التربة أو تصريفها إلى مخفضات طبيعية، تمام يعني. المبازل تكون نوعين، أما مبازل مفتوحة يعني ظاهرة، أو تكون مبازل مغطاة. المبازل المفتوحة تقسم إلى يعني التقسيمات، هاي مجرد اطلاع عليه نعم، لكن تعرف لي النوعين الرئيسيات ذني مطلوبات، المبازل المفتوحة والمبازل الحقلية المغطاة.
هذا الرسم مطلوب جدا، هذا المقاطع العرضية. أنا يعني أقول لك ارسم لي تشانل، سواء كانت قناة حقلية للري أو قناة حقلية للبزل، هذا مطلوب من عندك ضروري. تعرف انه انت متطلبات، وان شاء الله هذا الشيء راح تاخذه بالمرحله الثالثه، راح تاخذون اتوقع احد الكورسات تصميم ماده الري والبزل اسمه Irrigation and Drainage Network Design، فراح تاخذون اصلا تصميم المقطع الامثل وشون انا اصمم وليش اخترت الترابيزويدر. بس انا المطلوب من عندك لهذه السنه بالنسبه الى حجم الماده والمستوى اللي اعطي بها، تعرف انت السكتش مانت الخاص بالمقاطع الطوليه والعرضيه. وهذا اتوقع الشيء مريتوا عليه ايضا ضمن ماده المساحه الهندسيه. فلاحظ هنا أنا هذا القناه، او هي هذا شكل القناه يسموه الكروس سكشن الخاص بالقناه، المقطع العرضي للقناه، لان المقطع الطولي يكون بذلك الاتجاه. هنا أنا راح تكون اكتاف البيرنز، وكذلك هاي الامباكتمنت، هاي توضع على الجانب. هاي شنو الغرض معناتها هاي الامباكتمنت؟ حتى خاف انه القناه الرئيسيه هاي هنا تنملئ بالماء ويفيض، يعني يوصل للاكتاف حتى ما يعبر الى المناطق اللي بها مزروعات، يضعون امباكتمنت يعني وكانه مثل السدود الصغيره الترابيه على الجانب، تمام، لها ليفل معين حتى خاف انه يرتفع الماء اللي موجود هنا. يعني شلون فور فلود ديزاين، انه ممكن في بعض الاحيان تنفتح البوابات الرئيسيه تنملئ المياه الموجوده هنا، ترتفع الى الاكتاف، اذا زادت عن حدها المعقول راح الماء تنتقل للمزروعات وبالتالي تدمرها وتحطمها. فيضعون هذا الامباكتمنت فد نوع من البروتكشن او طرق الحمايه، وهذا موجود ضمن التصميم الخاص بالاريجيشن اند دريج نتورك. هذا البيد ليفل، هذا المستوى الاوطأ الخاص بالقناه، وهذا البانك ليفل اللي هي اعلى مستوى، وهذا البريم ليفل اللي هو مستوى الكتف، وش قد الاليفيشن وغيرها. يعني هاي التفاصيل يعني مو حاليا اللي تهمكم، هاي يسموها المنطقة الحرة او المساحة الحرة، او يعني انه هاي الغرض منعتها. يعني انا من اصلا من القناة اضيف لها في المساحة حرة من الجوانب، ليش؟ لان انا افكر بالتصميم انه ممكن تصير حالة فلاد فيضان عندي، فاني حتى انه الفلاد ما يعبر رأسا على الجوانب ويدمر لي هذه المنطقة، تبقى عندي يعني مساحة، هاي يسمونها الفري بورد، هاي المساحة الحرة. لكن في بعض الأحيان يتجاوز الماء في حالات خاصة جدا نادرة الحدوث، يتجاوز الماء منطقة الفريبورد فيعبر إلى الأكتاف، فإذا عبر إلى الأكتاف فأني عندي الإمباكتمنت أيضا راح تحمي الجوانب التالية للأنهار أو لمنطقة هذه الشبكة الري أو البزل. هاي نجي، مو إحنا قلنا بريم، قلنا فريبورد، قلنا بيد ليفل، قلنا إمباكتمنت، لازم نعرفهم شنو هذني، ذني مطلوبات من عندكم. المحرم الافقي اللي هو مرات ايضا موجود دا سامعين بي من تصميم الطريق، يقول لك هذا محرم الطريق، ما يصير احد هنا يتجاوز يبني اي كان، فهذا هو هذا المحرم اللي خاص بشبكه الري او البزل. هاي تمام عيني. الغرض من عدة الفائده الوقوف الحفارات الهيدروليكي اثناء التطهير، وعامل اضافي من الترسبات السديمنت والنخر والتاكل. السده الجانبيه الامباكتمنت، هاي الغرض تعرفون احنا سبق تناولناها انه حتى تحمينا القناة الرئيسية من انه يصير فلود عالي وغيرها. الفري بورد هاي منسيب الماء السدة الترابية، ولازم مش قد يكون عمقه فقط. هذني مطلوبات من عندكم، ضروريات جدا. يعني يجي اذا جا سؤال يجي سكتش الكروس سكشن اوف اريجيشن كانال اند شو السبيسيفيكيشن مثلا او ديفينيشن التعريفات الخاصة بكل مفردة بهن، فهذا مطلوب. تمام عيني. أسماءهن باللغة الإنجليزية مطلوبة، يعني هنا أنا ضروري تكتبين باللغة الإنجليزية. نجي تبطين القنوات، هاي أيضا فد شيء جدا بسيط حبيت يعني نضطر إليه. تبطين القنوات هو تغطية قاع وجوانب القناة المائية، ليش؟ حتى أن نقلل من نفاذية المحيط المبلول للقناة، يعني ما يصير عندي ارتشاح وتسرب للماء وبالتالي فقدانه. فايش يسوون؟ يلجؤون الى عمليات التبطين، وكذلك هاي عمليات التبطين راح تمنع نمو هذه اللي احنا نسميها يعني نوع من الاشجار مثل القصب وغيرها، وبالتالي تاخذ من جودة المياه. فالتبطين يكون ضروري، تقليل المياه الضائعة هاي الغرض من عنده من القنوات بالتسرب، المحافظة على الارض وتقليل المساحة القنوات المائية وتخفيض تكاليف عملية التطهير، لأن تعرفون إحنا كل فترة لازم تصير عملية كرر للأنهار وكرر للقنوات، سواء كانت
قنوات ري او قنوات البزل او غيرها، فهاي عملية التبطين راح تقلل لك من هذه الكلف. اكو انواع التبطينين شيء، اما بالخرسانة، بلاطات خرسانية، تكسية الحجرية، مواد ترابية، خرسانة الاسفلت، يعني هذه هي الانواع، ما مطلوب من عندك انه انت تعرفهن يعني بالضبط، يعني مجرد نوعين لني الاطلاع، لكن فائدتهن التبطين تعريفه ما هو الديفينيشن والفانكشن من الغرض من عنده، لا مطلوبات، لكن انواع يعني مجرد حتى تعرف انه انت كيف تتم عملية التبطين او ما هي المواد المستخدمة بعملية التبطين. فاحنا من نبطن باي كانت النوع راح يكون السطح اللي يتبطن هارد سيرفس، سطح صلد. نجي على منشآت الري، لاحظ منشآت الري تشمل لك 4 منشآت، طبعا هنا 5 اكثر بس انا اعطيت ابسط شيء اللي هو الكونترول، او احنا نسميها الريجوليتر ستراكشر، منشآت السيطرة والنظم، الكونفي ستراكشر اللي هي منشآت النقل، ومجرنج ستراكشر اللي هي منشآت القياس، والبروتكتيف ستراكشر منشآت الحماية. واتوقع اني كلهن مرينا عليهن بمقدمة المنشآت الهيدروليكية، شرحناهن بالكورس الأول، عدا البروتكتيف ستراكشر شرحناها أول محاضرة بالكورس الثاني اللي هي رقم 9. فلاحظ شلون ارتباط المنشآت الهيدروليكية مع باقي الـ يعني البرانش. فهسه الكنترول أو ريجريتنج ستراكشر شنو الغرض من عتها؟ كاتبت لك بالمناسبة، أنا حبيت إنه أسهل عليك، أكتب لك معنى الفانكشن لكل نقطة بالعربي وبالإنجليزي، فاللي يريد يجاوب عربي أو إنجليزي نو بروبلم. regulate the control the discharge control stall and train to the soft canal، السيطرة على السيدمنت وغيرها الترسبات، والغرض القياس التصريف. تمام عيني، هذا المين ريجوليتر. والكورس ريجوليتر هذا ايضا نفس الشيء، كنترول على الديسشارج والووتر ليفل ومستوى الماء، وهاي الفانكشن مالته يعني ماكو ثانية. منشآت النقل ايش تشمل لك منشآت النقل؟ هاي بي نوعين فقط، كورس ريجوليتر وهيد ريجوليتر ومين ريجوليتر. منشآت النقل لا، عندك العبارة الصندوقية، عندك الانفرتر سايفون، اللي سايفون وكأنه يشبه عمل الأنبوب، يشبه الأكو نوع من أنواع السبل وأيضا يصير بالهذا سايفون، يعني أتوقع نظرية السايفون ماخذيها أنتو، الأنبوب اللي يعني يصير يعني يجري الماء بداخله عن طريق تحت تأثير الضغط أندر بريشر، أو الووتر ليفل باي جرافيتي. الدروبس الشلالات هاي موجودة، الفلوم اللي هي القنوات المحمولة وغيرها، هاي قنوات النقل الغرض معتها تنقل الماء من مكان إلى آخر. منشآت الحماية هاي الغرض معتها إنه تحمي المنشأ نفسه أو القناة أو غيرها، فهاي إذا تعرفونها مجرد توضيح أولي إلهن اللي هو سكيب وغيرها، هاي تاخذها إن شاء الله بالمرحلة الثالثة. بالنسبة إلى منشآت الحماية الخاصة بالإريجيشن أند دريج نتورك يعني بشكل تفصيلي، عندك مبزل قاطع، عندك الكلفرت ايضا درين تعتبر كمبزل حماية، عندك السلايد التيل سلايد اللي يوضع بالداون ستريم. نجي اخر شيء هي الميجرنج ستراكشر، منشآت القياس اللي الغرض معتها شنو؟ قياس التصاريف في الووتر ليفل ومستوى الماء داخل القناة، سواء كانت قناة ري او قناة بزل. الوير واتوقع اخذناه بشكل تفصيلي جدا ضمن مادتكم. الاوبن فلو ميتر هذا راح تاخذونه اتوقع بالفلويد، ايضا يقيس لك يشبه الكرنت ميتر التصريف داخل القناه. والبارشال فلو والكونستانت هيد اورفيس اللي هو هذا الشيء يشمل لك القياس الماء وكانه اذا كان يعني ياتيك بالضبط من الخزانات. هاي محاضرتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكون واضحه امامكم، واذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه. نلتقيكم ان شاء الله بالمحاضره اللي بعدها، محاضره 11، على هذا الموعد دمتم بأمان الله وحفظه.